يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة عن نوع من انواع ما يسمى بسريان الماء في الورد، حاجة كده بتخلي الورد لسه في ريحته، بتخلي الجواز لسه بيجري فيه مية السعادة، ان يعبر الزوجين عن اشتياقهم لبعض ويتفقدوا بعض، فيحس كل واحد فيهم ان هو لسه حاجة مهمة، لسه حاجة اثيرة، لسه حاجة ممكن يحس بان هو مازال زواجه ممكن يتجدد. لكن نصيحتي واحنا بنختم الحلقة، ارجوكم ادوا نفسكم فرصة طول الوقت ان جوازكم ينضج، وان حبكم كمان ينضج، وان علاقتكم مع بعض تنضج. النضوج يا سادة مش محطة بنوصل لها، النضوج حياة بتستمر طول ما احنا ماشيين في حياتنا. اياك تمنعوا نفسكم من ان انتوا تنضجوا، وان حبكم يكبر ويتسع، وحبكم كمان يبقى أكثر حكمة وأكثر وعيا وأكثر حرصا وأكثر كمان عطفا وأكثر حنانا وأكثر ودا. سيبوا الحب يكبر، عشان الحب لما بيكبر بيخلي كل واحد فينا أمان للتاني، ويكون كمان سند، والاهتمام يبقى منور وطعمه حلو، وكمان يظهر التقدير بحجمه الطبيعي. يا رب اجعلنا دايما من أهل الحكمة ومن أهل الرشاد، واجعلنا يا ربنا دائما ناضجين نحافظ على حبنا الذي أودعته في قلوبنا في جناحي المودة والرحمة. يا رب اجعلنا دائما في الحب نطير إلى ساحة رحمتك وفي ودك وفي بركتك وفي مددك بجناحي المودة والرحمة اللي بيجمعهم رأس الحب. يا رب العالمين اجعلنا دائما بحبنا لأزواجنا نصل إلى مرضاتك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين اجعلنا في مددك على الدوام يا أرحم الراحمين.